السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نواصل متابعة مشروع الشجرة هذه أو السوبر حاء أو السوبر سي اللي بديناه من فترة طويلة. الحين صرنا تقريبا أكثر من سنة من بعد التركيب اللي سويناه على هذه الشجيرة، فراح أبين لكم شيئين في هذه الشجرة، شيئين واحد منهم ما توقعته، أو بالأحرى اثنينهم ما توقعتهم، ولكن واحد همني أكثر من الثاني. فراح أجرب الكاميرا وراح أرويكم النقطتين اللي صاروا معي. أول نقطة مثل ما احنا شايفين عندي عقد هذه الثمر الصغير في الجزء الليمون الأخضر أو البيرز لايم، اللي هو الليمون الأخضر الكبير اللي بدون بذر. فهذه شيء ما توقعته الصراحة، ولما كلمت أخونا الأستاذ صلاح اللي قام بتركيب هذه الشجرة لي وتوفير الأغصان لي، بيّن لي أنه بسبب عمر الأساس اللي ركبنا عليه، لأن الأساس مأخوذ من شجرة كبيرة في العمر، فعمر الغصن أكثر من سنة، فهذه السبب أنه يدفع قوة في التطعيم ويساعد على التثمير السريع بعد التركيب. طبعا الصنف والنوع يلعب دور، ولكن هذه شيء ما توقعته. في البعض ينصح ان في سن الشجيرة الصغير ان نزيل هذه الثمر عشان تركز على النمو وتعطي تثمير قوي في السنة الثالثة والرابعة. انا راح اخليه الصراحة، ويعني حاب اشوف الثمر. الشيء الثاني واللي هو شيء مميز اكثر بالنسبة لي من الثمر، إذا تذكرون في البداية أنا لما حطيت الملج حطيت طبقة من الأوراق الجافة، ولكن الأهم حطيت أغصان صغيرة مقطعة وفرشتها على سطح التربة. الأوراق تحللت طبعا، الأغصان بعضها للحين موجود، فاللي سويته أني حطيت طبقة من الملج أو المهاد من التبن الله يعزكم، ولكن لاحظت لما أزيل المهاد ذات أنزل شوي أكثر، ما أعرف إذا يبين عندكم بشكل واضح، ولكن في خطوط بيضة صايرة داخل المواد، وهذه هي طبقة فطرية ممتازة اللي هي طبقة المايسيليوم. هذه فطريات تساعد نمو الجذور مثل هذه، إذا مبينة عندكم هذه، فهذه طبقة فطريات تغذي الجذور وتمدها بالعناصر وتساعدها في امتصاص العناصر أكثر. ففي علاقة متبادلة بين المايسيليوم وهذه الفطريات وجذور النبتة، فهذه يوفر قوة للشجرة والنبتة، فهذه شيء جدا ممتاز قاعد يصير عندي داخل الأصيص، فهذه ممتاز بالنسبة حق النبتة. مثل ما احنا شايفين جزء الليمون الأصفر في نمو، ولكن يعني الحين حتى في دفع جديد للأغصان والأوراق، ولكن للحين ما في تزهير، أتوقع تحتاج أن توصل حجم أكبر قبل لا تبتدي تزهر. مثل ما ذكرت احنا مو مستعيلين عليها انها تزهر وتورد وتثمر، فالمهم ان هي الحين التركيبة انجحت وان شاء الله تنمو وتنطلق، ومع الوقت راح ان شاء الله تثمر بقوة لما النبتة تكون مستعدة. فهذه التطورات اللي الحين حاصلة مع هذا المشروع، راح ان شاء الله نواصل تطورها مع الوقت لما يكون في امور جديدة، امور أبينها لكم إن شاء الله. راح يكون في فيديوهات على هذه الشجيرة إن شاء الله، ونشوف بعدها إن شاء الله الثمر، إذا الله أنعم علينا راح نشوف الثمر مع بعض إن شاء الله. فأتمنى أن استفدتوا من هذا الفيديو والسلسلة هذه عموما، واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.